وهل يعني الأهداف الإسرائيلية؟ تفضل. كنا نايمين، صارت غارات إسرائيلية عنيفة في المكان المجاور لنا، استشهدت ابنتي وأصيبت زوجتي والبنت هذه، وتدمر المكان بشكل كامل. يعني قبل شوي كنت في المكان الموجود، بقايا خيام مش خيام. غير هيك احنا كنا في مناطق إنسانية يفترض أنها آمنة في المناطق الخضراء اللي هي مواصف خان يونس. أيمين إحنا ما شفنا إلا الصواريخ بتضرب، وطاحت زينقوا علينا والخيم علينا والخشب علينا وأولادنا. أولادنا طلعناهم مدفونين كلهم تحت الرمل، سحبناهم من تحت الرمل، يعني وخفنا خوف يعني مش طبيعي.